اللي زميلنا معتصم موصل لي بهالفقرة. أهلا وسهلا، يسعد اهلا صباحك. اهلا وسهلا فيكي. اهلا كندا، صباح الخير مشاهدينا. يستمر الحراك الوطني السوري في مختلف الساحات داخل الوطن وخارجه، حيث انشات مجموعه سوريه من المغتربين السوريين مجموعه مواقع وصفحات الكترونيه لنقل حقيقه ما يجري على ارضنا من احداث. للمزيد حول هذه المبادره يسعدنا ان يكون معنا المغترب السوري الاستاذ نضال حسن. اهلا ومرحبا فيك استاذ الحسن، نضال. اهلا وسهلا اهلا فيكم، وسهلا، وبتشكركم على إتاحة هذه الفرصة على الفضائية السورية. أهلا وسهلا فيكم، متشكركم لألكم حضرتك ومجموعة الشباب اللي ضمن هالمبادرة اللي منحب نتعرف عليها اليوم ضمن إطار مجموعة خطوات ومبادرات شدناها من المغتربين السوريين حول العالم. نحكي عن مبادرتكم. مبادرتنا هي في الحقيقة إنشاء المجموعة الإعلامية، هي مجموعة لياطر الإعلامية اللي تتضمن عدة مواقع، بشكل أساسي الموقع الإخباري، وأطلقنا من فترة قريبة الموقع الرياضي، وفي عنا أعداد لمجلة إلكترونية وبعض المواقع الأخرى رح نحكي عنها هلا تباعا في هذه الفترة. المجموعة هي في الحقيقة عبارة عن مبادرة شبابية، ارتأينا أنه نجمع أصوات الشباب في صوت إعلامي نستطيع نوصله من خلال عملنا في هذه المجموعة. تقريبا الإرهاصات الأولى لعمل الشباب كانت حوالي سنتين ونص لثلاث سنوات، لكن عمليا طلعنا على اونلاين على الانترنت من حوالي سنه ونص. عملنا مستمر في تطوير المجموعه. موقعنا متميز في عده جوانب. الجانب الاول انه استطعنا خلال فتره الازمه هلا انه نعمل تدريب لحوالي 200 شاب وصبيه من الشباب اللي سواء ما زالوا في الدراسه او الخريجين الجدد. عندنا حاليا الكادر تقريبا حوالي 50 بين 17 مراسلين ميدانيين و33 عاملين في المكتب عم يتابعوا امور الاخبار التحقيقات والتقارير الصحفيه وما الى ذلك. نفتخر انه من باقي الشباب اللي عملنا على تدريبهم خلال السنه ونص هذه موزعين في عده وسائل اعلاميه موجوده في الوقت الحاضر. تماما. استاذ نضال، خلينا نبدا مع اهداف هالمبادره هي. في عدة أهداف في الحقيقة. الهدف الأول شفنا أنه في عنا حجم كبير من الهجمة الإعلامية اللي صايرة على سوريا، وبنفس الوقت ما في عنا تغطية داخل سوريا بالنسبة للإعلام بشكل كامل على كافة رقعة الأرض السورية من جهة، ومن جهة أخرى أنه تكون وسيلة نتواصل فيها مع استهداف فئات كبيرة سواء داخل سوريا أو خارج سوريا بين المغتربين أو بين الشعوب الأخرى، حتى نستطيع نوصل حقيقة ما يجري على الأرض السورية. حقيقة ما يجري على الأرض السورية يحتاج إلى عملية تغطية لكل القطاعات الموجودة، وخاصة في فئة الشباب اللي بتستطيع توصل تدريجيا بقوة هذا الصوت اللي ممكن تعمل عليه. وكانت انطلاقتنا في الحقيقة من مدينة اللاذقية كنقطة بداية هلا قريبا في حلم لحتى يكون في عنا انتشار أوسع فيها، أخذا بالاعتبار أنه في عنا مركزية بكل وسائل الإعلام في دمشق، فشعرنا أنه في شوي تهميش أو ابتعاد عن باقي الأراضي السورية، فحبينا أن نكون طالعين بجهة مقابلة لحتى نكمل في علاقتنا مع وسائل الإعلام الأخرى سواء كانت المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الإعلامية الأخرى الخاصة. يكون في عنا دور تكاملي مع هذه المجموعات حتى نغطي بشكل كامل كامل الأراضي السورية، ومن خلال العمل الإلكتروني، لأن العمل الإلكتروني في المواقع الإلكترونية في الوقت الحاضر يتزايد الاهتمام فيه إن محليا أو عالميا. فنعرف أنه فئة الشباب في الوقت الحاضر تقريبا 70 إلى 80% منها تتواصل إعلاميا وتتواصل إخباريا سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. على كل حال هذا طموح منكم تكونوا موجودين بكل مكان، في مؤسسات إعلامية موجودة، يعني ما في تهميش لباقي المناطق، إنما أنتم عم تحاولوا يكون في زيادة اقتراب من كثير من المناطق. لفت نظرنا معتصم قصة التدريب والتأهيل، وهي فكرة كثير حلوة ضمن المشروع اللي حضرتك عم تحكي عنه وهالمبادرة. هل دورات التدريبية هل هي متواصلة أم أنه بتجهزوا هالكادر وبتبلشوا فيه وبعدين ممكن تستقطبوا شباب آخرين كمتطوعين؟ هو في شقين في الحقيقة. يعني الشق الأول أنه نحن في ترتيبات هلأ خلينا نقول لوجستية لإنشاء مركز تدريب كامل، وبعد كنا عم نشوف عدة مواقع سواء في دمشق أو في اللاذقية أو قريبا في حلب لمركز تدريب. كنت يوم أمس مع أستاذ مناف فلاح في معهد الإعداد الإعلامي، كان في عندي محاضرة قدمتها هناك في لمجموعة من المذيعين الجدد الموجودين في بعض المحطات، واتفقنا على آلية تعاون خلال الفترة القادمة. المعهد أو المركز اللي رح نشتغل فيه مركز تدريب رح يكون في شقين، ندرب الكوادر بشكل مستمر اللي موجودة معنا، وننتقي خيرة الشباب اللي طالعين لحتى يكونوا معنا ضمن
كادر العمل، لأن احنا في مرحلة التوسع حاليا، حلب، المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى، طرطوس، كل المناطق راح يكون فيها توسع، فنحتاج لكوادر جديدة بحاجة إلى التدريب، وبنفس الوقت راح تكون مفتوحة لدورات تدريب للعامة. حلو. طيب على اعتبار عم نحكي نحن عن هاي الكوادر الشابة، خليني أسأل حضرتك أستاذ نضال، كيف قدرتوا تستقطبوا هالطاقات هاي؟ استقطاب الطاقات هي يعني بنكون صريحين خلال الفترة الأولى عن طريق التواصل المباشر، سواء وسائل التواصل الاجتماعي، صفحات الفيسبوك، أو من خلال الصفحات الأولى اللي بدأت تتكلم عن الأزمة السورية تدريجيا. طب وقديش قدمت هاي الصفحات برأيك، صفحات الإنترنت أو مواقع التواصل؟ هلا مواقع التواصل قدمت بشكل كتير كبير، كونها أتاحت فرص لشباب جديد في فترة اللي كل الشركات عم تسكر وبتفصل موظفينا خلال فترة الأزمة، نحن استطعنا على الأقل إنه نأمن 50 فرصة عمل معنا و150 فرصة عمل من خلال التدريب مع جهات أخرى. نعم. خلال هذه الفترة، واستطاعت تأمن أيضا عملية التواصل من خلال إنك أنت شجعت الشباب على إنه صوته ممكن يكون مسموع، فحاليا تقريبا عنا من 80 إلى 100 اسم على قائمة الانتظار لبدء الدورات الجديدة في في الفترة القادمة. كتير قصة مهمة، خاصة ضمن كل هالظروف ومثل ما قلت هالهجمة على سوريا. هل تصدي لها عم بيكون من خلال مبادرات، من خلال حماس هالشباب، من خلال يكون عندهم هدف وهو الدفاع بالكلمة والصورة الصحيحة، وتقديم يعني حالة إعلامية تقارب الحقيقة على الأقل، من خلال مراسلين موجودين بالميدان، من خلال مهارات بكتابة التقارير، بالمصورين، كله فريق عمل كامل. هل التدريب عم بيكون لصناعة فريق عمل، كاميرا، كتابة تحرير، مراسل، كل شيء بالكامل في المكتب 33، العمل 24 ساعة متواصل عم بيكون فيه، وفي عنا 17 مراسلين ميدانيين خلال فترة الأحداث، لأن كانوا قريبين جدا من المناطق الساخنة، تعرضوا 3 أو 4 مراسلين عنا لإصابات، وهن مرافقين لبعض وحدات الجيش، جيشنا الباسل اللي بنوجه له أحلى تحية، وبنفس الوقت نترحم على كل أرواح الشهداء في سوريا. هذا العمل، أي وطن بيصير في الأزمة فكل أبناء الوطن هن جنود على اختلاف الساحات، على اختلاف المواقع اللي بيكونوا فيها، ونحن بنفتخر إنه استطعنا نقدم شيء من خلال هالمجموعة الإعلامية، من خلال عملنا ومتابعتنا الإخبارية بنقل الخبر الصحيح السريع العاجل، تحويله إلى تقرير صحفي، ومن ثم العمل على تحقيقات صحفية. يعني عملنا على تحقيقات كانت فترة التذبذب اللي صار بشكل كتير كبير قبل شهرين أو ثلاثة عن موضوع الدولار، ارتفاع الأسعار، غطينا بعدد التقارير الاقتصادية، غطينا لمدة أسبوع كامل أحداث حلب بحملة مكثفة جدا من خلال التقارير والتحقيقات اللي عملناها. عملنا كمان تغطية لمدة أسبوع عن الشهيدة يارا عباس من خلال التغطية عن شهداء الإعلام، وكانت هي الأيقونة اللي حاولنا نكون من خلالها على موقعنا، أنه تكون هي رسالة نوجهها لشكر كل الصحفيين وكل العاملين في ميدان الإعلام، لأن هن ما كانوا أقل من جيشنا الباسل باستهدافهم خلال فترة الأحداث الكاملة. الرحمة على أرواح كل الشهداء، كلنا مثل ما قلت هلأ بالميدان، كل واحد من خلال مسؤولياته ومن خلال مهاراته. تمام. أستاذ نضال حسن، برأيك اليوم لوين وصلت هاي المبادرة هاي؟ لما بتحدث عن أي مواقع إلكترونية أو مبادرات ترتبط فيها، فينا نقول عن البداية ولكن ما فينا نقول عن النهاية، لأن دائما مع التطور التقني اللي مستمر معك أنت بحاجة إلى تحديث. يعني أي موقع إلكتروني بتزوره بعد 6 شهور إذا كان نفسه معناته صار عتيق، يعني لازم أنت تحدث باستمرار. إحنا هذا اللي عاملين عليه تدريجيا، يعني قبل 3 شهور أطلقنا آخر تصميم اللي هو النسخة الأخيرة. هلأ أمس كنت في اجتماع مع المصممين التقنيين للعمل على إطلاق خلال 2 أو 3 شهور بالكثير، العمل على إطلاق هيكلية جديدة وآلية جديدة في إطار الموقع الجديد. طب تبادر لذهني من خلال حديث حضرتك، في يمكن كثير من الشباب اللي هلا عم يسمعونا يحبوا يقدموا عمل تطوعي، فشو ممكن مثلا يكون في نافذة مفتوحة للعمل التطوعي بالمستقبل؟ بالنسبة لنا كمجموعة يعني؟ تماما. أو للمبادرة بشكل عام. نحن بنستقطب كل الشباب اللي عندهم رغبة بشكل أساسي، وخاصة المجموعة اللي معنا، يعني في عنا بعتقد واحد من الشباب فقط في دراسة الإعلام، الباقي من اختصاصات مختلفة، لكن في رغبة قوية، استخدمنا هذه الرغبة لحد مع طاقة الشباب اللي موجودة، عملنا التدريب الكافي. بالنسبة للتطوعية، حتى وإن كانت تطوعية، خلال أول شهر أو أول شهرين من العمل بيدخلوا فيه معنا في مرحلة التدريب، نحن بنغطي المصاريف اللي بيحتاجوها خلال هذه الفترة حتى ما يكون في تضييع أو عبء أو تعب لأي طرف. قديش يمكن هو عمل متعب أو مرهق لكم الحقيقة هالفترة بظل الأوضاع الاقتصادية يمكن اللي عم تمرق فيها بلدنا؟ على أي حال برأيك الإعلام الإلكتروني إمتى بياخد دوره أستاذ نضال؟ الإعلام الإلكتروني
خارج سوريا أخذ دوره بشكل كتير كبير، لكن نحن بحاجة لحتى نشتغل عليه بشكل مكثف أكبر، ويكون دورنا دور تكاملي وتعاوني مع كل المؤسسات الإعلامية الموجودة أصلا. يعني ما بشوف أن الإعلام الإلكتروني على أنه منافس للإعلام اللي موجود حاليا، كل مين له رسالة له دور له وظيفة بده يؤديها. فإذا اشتغلنا بشكل تعاون وبشكل تكامل في أدوارنا اللي بنأديها، بنفس الوقت نعمل على تطوير وسائل الإعلام اللي موجودة التقليدية الحالية، وبنفس الوقت كمان نتيح الفرصة للإعلام الإلكتروني أنه يتطور بشكل أكبر، حتى ما نشعر أنه جانب بيهدد جانب آخر ويصير منافسة في غير محله. لأن في النهاية المتضرر هو سوريا. فإذا تكاملنا بأدوارنا بين الإعلام الحالي الموجود بكل طاقاته وإمكانياته الموجودة مع الإعلام الإلكتروني اللي عم يستهدف فئة الشباب، وتدريجيا يمكن إذا سمعت أو تابعت في عدة صحف أو عدة جرائد عالمية بل يعني تحولت الإلكترونية بالكامل. صحيح. في كان قبل بشهرين أو ثلاثة تقريبا حديث عن تحويل بعض الجرائد السورية المحلية إلى إلكترونية، كان نسخة أولى مرحلة انتقالية لحتى ننتقل فيما بعد لتكون إلكترونية بالكامل. هي يمكن كانت خطة كبيرة بالعالم كله لحتى نحافظ على الثروة الورقية. على العموم أستاذ نضال حسن، كتير بدي أشكر حضرتك، وإن شاء الله نحن منتم على استمرار وتواصل معكم عبر الصفحات الموقع التواصل الاجتماعي. شكرا كتير إن شاء الله. شكرا كتير لكم على إتاحة الفرصة، وبنفس الوقت بحب إنهي بتحية جديدة لجيشنا الباسل، ونتمنى أنه خلال فترة قريبة ترجع سوريا لكل الأمن والأمان اللي كنا نتمتع فيه سابقا. إن شاء الله يا رب. تشكرك أنا كمان أستاذ نضال حسن، ومن خلالك كل هالشباب المشتركين بهالمبادرة والإعلاميين اللي عم بيحاولوا يوصلوا أكيد صوتهم وصوت سوريا. شكرا لك. شكرا شكرا. أما مشاهدينا فهلأ برعاية وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس، أقامت وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة سوق المنتجات الصديقة للبيئة. الزميلة فاطمة أحمد كانت هناك وعدت لنا بالمادة التالية. أنا حابب نوه بس كندا وللمشاهدين، يمكن هلأ قبل ما نرجع من التقرير رح تكون معنا الزميلة إيمان لحتى تكفي معكم فقرات صباح الخير، وأنا إن شاء الله لقائي بتجدد فيكم يوم الجمعة. باي باي. شكرا. سوق المنتجات الصديقة للبيئة هو دعوة للتناغم والانسجام بين الإنسان وبيئته، دعوة للارتقاء الحضاري بمحيطنا البيئي، خدمة لوطننا، حماية لحياتنا ومواردنا الطبيعية. ولهذا السوق أهمية كبيرة في تسليط الضوء على المنتجات الصديقة للبيئة ودعم وتطوير المنتجات الزراعية والصناعات اليدوية.